أعلم أن في مدام التشكيل ليس التأسيسية للمجلس الوطني للحضرمية والذي يشعر على الوطن الأسد الحضرمية والقيادة الاجتماعية والسياسية والإعلامية. المجلس الوطني للحضرمية الذي أعلن عن تشكيله اليوم سيحمل على عاتقه جمع شتات الحضرمي وخدمة أبناء إقليم حضرموت. نتوقف مع دلالة تشكيل المجلس الوطني في المحافظة الأخيرة.
والأسواق هل هذا المجلس هو جهة سياسية لتحقيق الأحزاب؟ أم هو أيضا قراءة مجتمع مختلفة من القراءة الجنوبية؟ أم ما هو بالضبط يعني التواصل مع الحكومة الشرعية مع الشرعية بشكل عام مع الرئاسة أتحدث عن المجلس الجاهل لفترة أطلع عن حضرموت بشكل مؤقت هل سيكون مثلا ممثل لأن حضرموت سياسيا أم سيعبر على خدمته اقتصاديا واجتماعيا؟ رؤية موحدة حول مستقبل حضرموت حول مصير حضرموت حول وطنك أنا أشكرك جزيلا شكرا صديقي سالك أسكو أنت معنا في هذا المجلس شكرا لك على مستمع حياتي حلقة اليوم